السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ الثالثة إعدادي أحرى، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد اللي هو مبرهنة طاليس. بالنسبة لهذا الدرس ديال مبرهنة طاليس غادي نشوفوا فيه إن شاء الله جوج ديال يعني كاينين جوج المحاور الرئيسية في الدرس. غادي نشرحوا مبرهنة طاليس المباشرة وهي دابا اللي غادي نشوفوا في هذه الاربعه الفيديوهات، وكاينه مبرهنه طاليس الغير مباشره. اوكي، دونك حنا غادي نبداو اولا مع مبرهنه طاليس المباشره. شنو كتقول لي هذه مبرهنه طاليس المباشره؟ قال لك ليكن دي ودلتا مستقيمان متقاطعان في النقطه. تيكون عندي جوج ديال المستقيمين كيتقاطعوا في واحد النقطه اي، هل مستقيم دلتا وهل مستقيم ا، يعني عندي جوج ديال المستقيمين، هذا المستقيم دي وهذا المستقيم دلتا، ياك كيتقاطعوا في واحد النقطه اللي هي ا. بحال الا قلتي تيكون عندي جوج ديال الشوارع تيتقاطعوا في واحد النقطه، يعني هذا المستقيم دلتا وهذا المستقيم دي كيتقاطعوا في النقطه ا. اوكي مزيان، دونك على بركة الله فلنكمل. عندي بي و ام نقطتان من المستقيم دلتا تختلفان عن ا، دونك قال لي عندي جوج نقط اخرى اللي هما بي و ام نقطتان من المستقيم دلتا، يعني غادي نمشيو للمستقيم دلتا. فين هو المستقيم دلتا؟ هو هذا دلتا، عفوا المستقيم دلتا هو هذا المستقيم دي وهذا المستقيم دلتا. يعني كاينه هنا اش، كاينه هنا النقطة M وكاينه هنا النقطة B، يعني عندي جوج، يعني دابا عندي المستقيم دلتا، هاد المستقيم دي والمستقيم دلتا تيتلاقاو في نفس النقطة كيتقاطعوا في واحد النقطة A، ولكن هاد المستقيم دلتا فيه يعني فيه جوج نقط كينتميو ليه اللي هما B و M كينتميو لنفس المستقيم دلتا. اوكي، جوج ديال النقط تينتميو اش، جوج ديال النقط تينتميو للمستقيم دلتا تختلفان عن ا. وقال لي هنا عندي سي و ان نقطتان من المستقيم دي تختلفان عن ا، دونك دابا عندي جوج ديال النقط اخرى اللي هما اش، سي و ان تينتميو للمستقيم دي، يعني غادي تكون عندي هنا سي وغادي تكون عندي هنا ان. ها يعني شنو تنلاحظوا؟ تنلاحظوا باللي المستقيم دلتا تينتميو ليه النقطه ام و بي، ياك، وبالنسبه للمستقيم دي تينتميو ليه النقط سي و ان. حنا غادي نماركيهم بواحد الماركور باش يبانوا لين. ها مزيان، صافي واضح. وعندي واحد الشرط بحيث، ها هو هذا الشرط، هذا تيقول لي بحيث اشنو؟ بحيث بي و سي يوازي ام ان. ها اشنو كتعني يا استاذ هاد بي و سي تيوازن ام ان؟ يعني غادي نجي غادي نسطر واحد جوج المستقيمين، المستقيم ام سي هو هذا، والمستقيم اش، دونك المستقيم دونك واش هو هذاك نيت، دونك نصحو عفوا واحد الخطا صغير، هنا غادي تكون عندي ان وهنا غادي تكون عندي سي باش ما نغلطوش، يعني هنا في هذه البلاصه غنديروا ان وفي هذه البلاصه غادي نديروا سي، بحيث بي و سي يوازي. الى لقيتو جوج شراطي في الهندسه هذه كتعني توازي، دونك ام ان يوازي بي سي، دونك غادي نجي نسطر المستقيم ديالي بي سي، دونك ها هو المستقيم ام ان وها هو المستقيم، يعني كيكونوا متقابلين مع بعضهم. بحال الا قلتي واحد اخر تيكون مع متقابل واحد مثلا السيد اكس متقابل مع السيد اكري، يعني كاين واحد التوازي بيناتهم، هاد ام ان تيوازي بي سي، يعني تيكونوا متقابلين ومتوازين مع بعضياتهم. اوكي،
دونك هاد جوج شرطي تتعني ليا في الهندسه كتعني التوازن. دونك هذا تقديم عام، اوكي، هذا تقديم عام بالنسبه لخاصيه الطاليس المباشره. وعندنا ثلاثه د الحالات هما اللي غادي نشرحو كل وحده بوحدها في فيديو باش تكون معزوله، صافي. اللهم يسر. مزيان، دابا غادي نبداو مع الشرح ديال الحاله الاولى في خاصيه الطاليس، يعني الخاصيه الطاليس المباشره. عندنا ثلاثه ديال الحالات الرئيسيه. الحاله رقم واحد، هاي بالنسبه لهذه الحاله رقم واحد، شنو عندي؟ عندي واحد المثلث، اشنو عندي؟ واحد المستقيم دي بحال ما هكا، وعندي واحد المستقيم دلتا بحال هكا، ياك؟ كيتقاطعوا في واحد النقطة، هذه نقطة التقاطع ما بين هاد المستقيم دي وهاد المستقيم دلتا، هي هذه، يعني النقطة المشتركة. النقطة المشتركة هي هذا، مزيان. بالنسبة للمستقيم دلتا غادي ينتميو ليه جوج النقاط ان و سي. شنو هما استاذ؟ ان و سي. بالنسبة هذا بالنسبة للمستقيم دي، يعني بالنسبة للمستقيم دي كينتميو ليه النقطة ان و سي. بالنسبة للمستقيم دلتا غادي تنتمي ليه النقطة ام والنقطة بي. ها، وغادي نسطر واحد المستقيم اخر اللي هو بحال ما هكا. ودابا نجي ونتبعو مزيان هاد العلاقة ديال في الحالة الأولى، أشنو تتقول لي؟ غادي نمشيو للنقطة أ. شوف عندي جوج ديال المثلثات هنا، المثلث رقم واحد هو هاد أ و إم و إن، هذا بحال قلتي المثلث رقم واحد. المثلث رقم جوج هو أ بي سي، أ بي سي، يعني عندي جوج ديال المثلثات، المثلث الصغير أ أ إم إن ها هو، وعندي المثلث الثاني الكبير أ بي سي. أشنو كتقول لي الإخوان علاقة هذا؟ تيقول لي باللي كنبدا ديما بالصغير، فينا هو الصغير هنا؟ هو هذا أ إم، يعني غادي ندير أ ام مقسوم على ا بي، ها هو، يعني كنبدا كنمشي للمثلث الصغير اللي يعني كندير بحال قلتي، كندير الطريق الصغيره على الطريق الكبيره، يعني تندير ا ام على ا بي، فينا هو الكبير ا بي، وهاد ا ام يعني جزء منه، يعني غادي ندير ا ام غادي نبدا بالصغير على الكبير، يعني في هذا في الباص غادي ندير الصغير على الكبير، يعني ام على ابي، وفي المقام غادي ندير الكبير. كيساوي ها شنو تيساوي؟ غادي نمشي للضلع الاخر، تيساوي ان على ا سي. ها كندير ديما الصغير ها هو على الكبير اللي هو هذا. شكون هو الكبير في هذه الحاله رقم واحد؟ هو ا سي، يعني غادي ندير ا ان على ا سي، يعني كيساوي ا ان على ا سي. غادي يبقى لي الاخير اللي هو غادي يبقى لي هذا ديال التوازي، هاد ام ان على بي سي، لانه هاد ام ان يتقابل بشكل مباشر وكاين واحد التوازي ما بينه مع بي سي، يعني غادي ندير ام ان
على بي سي. هذه الطريقه رقم واحد. دابا انا الى تجلى ليا كيفاش غادي نلقى الاخير، غادي نقول لكم الطريقه الثانيه. غادي نكتب ا ام على ا بي تساوي ا ان على ا سي. فين هي النقطه المشتركه هنا؟ هي ا، ها هي كتعاود ا. غادي نختزل بها، غادي تمشي ا هنا وغادي تمشي ا هنا وغادي تمشي ا هنا وغادي تمشي ا هنا، يعني غادي يبقى ليا ام ان على بي سي. يعني باش نخرج هذاك تنختزل هاد اف، كنضرب على هاد اوت بربعه بهم باش يشد ليا هنا ام ان هنا بي سي، يعني باش يشد ليا ام ان على بي سي. داكشي علاش يعني ضرب على هذا ضرب على هاد ات غادي يشد ليك ام ان على بي سي باش تخرج الطرف الاخير. دونك هذه الاولانيه، هذه في الحاله رقم واحد. ديما بدا بالصغير على الكبير، الصغير على الكبير، وهذا على هذا، حيت هذا اصلا تيوازي ام ان الصغير تيوازي بي سي. دابا غادي نشرحوا الحاله رقم جوج. هذا الشيء دابا اللي تنشرحوا راه خاصيط الحاله رقم جوج. هذه الحاله رقم جوج شنو تتقول لي؟ يعني غادي يكون عندي نفس الحاله ديال المستقيم. ها غادي يكون عندي هنا دي، وغادي يكون عندي هنا دلتا. هنا النقطة المشتركة دائما هي ا، ولكن في هذه الحالة دابا هذه غادي تقلب القضية. هنا غادي نجيب في الحالة القبيلة هاد ام ان كاين هنا، بحال قلتي في هذه الحالة رقم جوج غادي نرومبلاسي هذا مع هذا، يعني غادي نجيب النقطة بحال قلتي غادي نطلع هاد بي سي للفوق بلاص ام ان، وغادي نشد هاد المستقيم ام ان وغادي نهبطو. يعني شنو غادي يولي عندي هنا؟ غادي يولي عندي هنا بي سي، وشنو غادي يولي عندي في هاد البلاصه؟ غادي يولي عندي ام ان. بحال غادي تشد الحاله رقم واحد، بحال قلتي غادي درت واحد المبادله، درت الروبريز ما بين هاد ام ان مع هاد بي سي، يعني هاد ام ان هبطو لتحت وهاد بي سي طلعتو للفوق. واخا يعني في هاد الحاله هادي كيفاش غادي تولي القضيه؟ في هاد الحاله غادي يكونوا عندي جوج ديال المثلثات. المثلث رقم واحد هو ا بي سي، ها هو. المثلث رقم جوج هو ا ام ان. ولكن في هذه الحاله هذه الله يجازيكم بخير راه غادي نحتفظوا بنفس العلاقه، غير في هذه البلاصه هذه ما غاديش ندير هاد ا بي هاد الصغير هذا على ا ام، بالعكس غادي ندير الكبير على الصغير في هذه الحاله رقم جوج. يعني غادي ندير ا ام اللي هو الكبير على الصغير اللي هو ا بي. يعني داكشي علاش غادي نكتب ا ام على ا بي. في هذه الحاله رقم جوج درت الكبير، يعني الضلع الكبير على الضلع الصغير. في هذه الحاله رقم جوج تعكس، يعني غادي نحتفظ بنفس العلاقه، غير هو هنا شانجيت ما بين بي سي طلعته الفوق وام ان هبطو لتحت. هذه الحاله رقم جوج عاوتاني غادي ندير ا، غادي ندير الكبير اللي هو ا ان على الصغير اللي هو ا سي، يعني غادي يساوي ليا ا ان على أصي. الكبير على الصغير، الكبير على الصغير، غادي يولي ا ان، غادي يولي دونك فوالا ا ان على أصي. اوكي
يعني درت نفس الشيء هنا، درت الكبير على الصغير، وغادي يبقى لي بي سي. هاد ديما الاخيرين اللي كنخليهم هما الاخر، هما اللي تيكونوا متقابلين مع بعضياتهم. غادي ندير الكبير على الصغير، يعني الكبير في هذه الحاله هو ام ان، يعني غادي ندير الكبير على الصغير صافي. يعني شنو تنلاحظوا؟ تنلاحظوا بلي تنحتفظوا بنفس القاعده، غير هو كيتبدل الترتيب. في الحاله الثانيه بدلنا الترتيب ديال ام ان، جبناه لتحت وبي سي طلعناه الفوق، يعني غادي تبقى نفس العلاقه. كنديروا ديما في الحاله رقم جوج، هذه الحاله رقم جوج خاصيه الطاليس المباشره، كنديروا الضلع الكبير على الضلع الصغير، وغادي غادي 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 تبقى نفس العلاقه. يعني ام على ا بي كيساوي ان على ا سي كيساوي ام ان على بي سي صافي. بالنسبة للحالة رقم ثلاثة، الحالة رقم ثلاثة تختلف كليا عن الحالة الأولى اللي شرحنا والحالة رقم جوج. هنا شنو عندي؟ يعني عندي هذا المثلث هذا اللي هو ان ام كاين في الفوق، هاو شتي، ها هو المثلث رقم واحد، والمثلث رقم جوج ا بي سي كاين في التحت. بحال قلتي جوج جوج الحوايج لصقناهم، واحد النص الفوق واحد النص لتحت، ا بي سي، ودائما النقطة المشتركة هي ا. دابا في هذه الحالة شنو غادي ندير؟ غادي ندير اولا غادي نمشي لهاد الضلع ديال الدي، غادي ندير ها دونك نحاول كاع نمشي انا للدلتا باش نسهل العلاقه. غادي ندير ا ام على ا بي، يعني هذا على هذا، يعني هذا النص هذا على هذا النص، وهذا النص هذا ها هو هو ا ام، وهذا النص هذا على هذا النص، وهذا النص هذا هو ا بي، يعني غادي تكون نفس العلاقه دائما ا ام على ام. وغادي نمشي غادي ندير هذا النصف هذا ها هو اللي كاين في هذا المستقيم دي، غادي ندير ا ان على ا سي، يعني غادي تولي ا ان على ا سي، وغادي يبقى لي هذا مع هذا، يعني هذا هذا ام ان اللي كاين في الفوق، هاد ام ان في الفوق يوازي هاد بي سي اللي تين في التحت، يعني غادي تكون ام ان على بي سي. واشنو تنلاحظوا؟ كنلاحظوا باللي رغم اختلاف الحالات في خاصية الطاليس المباشرة، الا وانه يعني وغادي ندير واحد الاستنتاج هاد الشروحات كاملين اللي درنا، غادي ندير واحد الاستنتاج في كلتا الحالات. نستعمل العلاقة ام على ا بي تساوي ان على ا سي تساوي هذه الحالة اللي شرحنا احنا تساوي ام ان على بي سي. ديما باش تلقى هذا الطرف الاخير كتختزل هاد ا مع هاد ا مع هاد ا، وكيشير لك هنا ام ان وبي سي باش تكتب الطرف الاخير في المعادلة. دونك هذه هي في كلتا الحالات هاد العلاقة اللي تنستعملو. واشنو حنا بغينا كاع من هاد العلاقة اللي شرحنا في هاد المثلثات؟ عندنا فيها واحد الهدف، دونك نستعملو خاصية الطاليس المباشرة لحساب الأطوال. يعني حنا شنو بغينا منها باش نستعملوها الى وغادي نطبقوها في السلسلة ديال التمارين، هي انه كنستعملوا هاد خاصية الطاليس باش نحسبوا أطوال المثلثات. يعني هذا هو الهدف من هاد العلاقة اللي تنطبقوا، لا في الحالة رقم واحد لا في الحالة رقم جوج. دونك نستعمل خاصية الطاليس المباشرة لحساب الأطوال.
هاد النقط هادو راه تيختلفوا من تمرين لاخر. يعني هادو اللي درت انا في هاد الشرح ديال الفيديوهات راه تيختلفوا من حالات لاخرى. غير هو حنا خصنا نعرفوا البرانسيب. يعني مثلا ممكن يعطيك بحال هاد المثلث هذا، هنا غادي يدير لك او اف. انت غير خاصك تعرف تطبق العلاقه كدير في الحاله الاولى هذا على هذا. الا عطاك مثلا بحال هذا خاصك تعرف يعني على حسب كل حاله عطاها لك خاصك انت تعرف الخاصيه اللي غادي تطبق. وان شاء الله في السلسله ديال التمارين راه غادي نديروا واحد النموذج باش نعرفوا كل حاله كيفاش كتخدم.